دونك الكونفرنس دو بريس هذا اليوم تجي في كادر نتاع مشروع ارتميس الحينه. مشروع ارتميس الحينه هو مشروع على مده 6 اشهر بالشراكه مع سفاره المانيا في تونس في اطار برنامج الصندوق الديمقراطيه للجميع. المشروع هذا هو مشروع يهدف الى تكوين مجموعه من الشباب في ما يتعلق بالاعلام, في كل ما يتعلق بالاعلام البديل للميديا الالترناتيف وصحافه المواطنه. دونك تم التكوين 20 شاب وشابه من احياء عديده في تونس, احياء ذات كثافه سكانيه لكن ايضا ذات اقل حظ في الحقوق والحريات. دونك تم تكوين الشباب هذوما في صحافه المواطنه, ومن بعد تم تمكينهم من الاسيستونس تكنيك جوريديك, دعم تقني وقانوني اللي على اساسه طبعا يعني قاموا باعداد مشاريع دي روبورتاج دي زارتيكل كتبوا, وان شاء الله باش يكونوا موجودين على البلاتفورم ارتميس الحينه. البلاتفورم هذه اللي هي اول منصه صحافه المواطنه في تونس اللي يكتبوا فيها هم المواطنين مش الصحفيين, معناتها هم عباد مواطنين. دونك جوستومون كونفرنس دو بريس اليوم هي لونسمون تاع البلاتفورم هذه, لونسمون اوفيسيال اللي ان شاء الله هي اخر كيما قلنا هي اخر اكتيفيتي في المشروع, لكن هي اول خطوه للبلاتفورم هذه اللي باش تكون على ذمه المواطنين خاصه الشباب والشباب من الاحياء الاقل حظا في تونس. في تونس الكل اللي هو المشروع بدا في تونس العاصمه, لكن ان شاء الله باش تنقل الباقي احياء الجمهوريه. الندوه هذه كان تقديم الومضه الوثائقي اللي تبعنا فيه مشاريع المشاركين في مشروع ارتميس. الحقيقه احنا كنا سعداء وتبعنا المشاريع هذه, كامل الفريق اللي شارك معايا في اعداد الوثائق اللي ان شاء الله يحضر قريبا. والاهميه في الحاجه الباهيه اللي لبسناها انه المشاريع هذه كانت قريبه برشا من المواطنين, تخدم برشا على الجانب المحلي والمشاركين كان عندهم حماس كبير في العمل والخدمه نتاعهم. فانتظروا قريبا الوثائق هذه اللي باش يكون يأرخ ويوثق للمشاريع على المشاركين.